النهاردة عايزة أتكلم عن موضوع يخص المرحلة العمرية اللي هي 40 فيما فوق، وهو مرض الزهايمر. مرض الزهايمر أعراضه لما تيجي ممكن محدش في الأسرة يعرف أنه ده مصاب أو أنه ده زهايمر، وتسوء الحالة أكتر لأنه مفيش علاج. ورقم اتنين، لما الأسرة بتعرف ما بيعرفوش يتعاملوا معاه إزاي، والناس فاكرة انه الحل ان انا كل شوية اسأله انت مش عارفنا، انت مش فاكر فلانة، انت مش فاكر علانة، وتقعد تجهد انت بقى في ذاكرته او خلايا المخ عنده المصابة. ممكن اكون كلامي غلط، احنا معانا النهاردة طبعا متخصصين هيصححوا كل الكلام ده. ومفروض انكم مفروض يعني ما تعرضوش المصاب في الرأي، وما تعملش نفسك دكتور. لازم نسمع من المتخصصين ازاي نتعامل معاه. ومن قراءتي للموضوع على قدي طبعا انه المرض ملوش علاج للقضاء عليه، ولكن العلاج الموجود علاج لتحجيمه. والزهايمر له مراحله، منها مرحلة آمنة ومرحلة خطرة. والحقيقة لقيت ناس كتير بتخبي المريض بتاعها، دي الحاجة الحقيقة اللي أثرت فيا جدا، بتستعر منه لانها يعني في بيبقى عنده شويه اعراض، بيحس اللي هو القريب ليه انه هو ده خرف او جنون عقلي فبيستعر منه. وانا عايزه النهارده ما نستعرش ولا نخبي مرضنا، لانه ده مريض زي بقيه مرض زي بقيه الامراض اللي بيصاب بيها الانسان والمصاب. هو في الآخر بني آدم، ما خبهوش ولا استعر منه. ولازم أبقى أسأل النهاردة أهل العلم إيه هو الزهايمر، إزاي أتعامل معاه أو مع مريض الزهايمر، وأسأله يعني أسئلة عندنا كتير هعرضها على ضيوفي. وأنا معايا النهاردة الدكتور محمد الملا سمير، محمد سمير ملا، استشاري المخ والأعصاب. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. ومعايا الدكتور هشام رامي أمين، عام الجمعية المصرية للطب النفسي. أهلا بك يا دكتور هشام. أنا اللي عايزة أقوله في الأول حقيقة سؤال عايزة أقوله مثلا للدكتور محمد، ما هو تعريف مرض الزهايمر من تخصص حضرتك المخ؟ يعني ايه هو مرض الزهايمر؟ تم اكتشافه 1906 مبدئيا، مش حاجه حديثا لسه مكتشفه، من زمان. واللي اكتشفه بروفيسور الزهايمر وسمي على اسمه بنفس المسمى، واغلبيه الامراض سميت باسامي مكتشفيها. المرض اكتشفوه نتيجه لضعف وتدهور في الذاكره، ابتدت تاثر بصوره كبيره على حياه المريض وتصرفاته وسلوكه وتركيزه وادائه اليومي. مش مجرد انها زي ما الشائع الناس بيقولوا احنا بننسى فعندنا الزهايمر، هو دي الحقيقه، دي مرحله ودي مرحله تانية خالص. النسيان درجات، لكن الزهايمر هي مرحله مرضيه بتؤدي بالمريض في الاخر ان هو مش قادر يعمل اي وظيفه من الوظائف الحياتيه الطبيعيه اللي كان بيؤديها قبل كده. ابسطها الذاكره، وانه يقوم حتى يخش الحمام، انه يبتدي ياكل لوحده، بيبتدي يفقد في مراحل متاخره طبعا الوضع ده. طيب دكتور هشام، دور الطب النفسي في مرض الزهايمر بيكون في انهي مرحلة؟ الحقيقة دور الطب النفسي بيبدأ من اول مرحلة قالها الدكتور الزميل. احنا بنقول ان الزهايمر ده تدهور في القدرات المعرفية للانسان، وجسيمة بمعنى انها بتؤثر على قدراته على حياته اليومية. اول ما نبتدي المريض يبتدي يشكو من بعض النسيان، او مش هنلاقي اشهر شكوى، انا حطيت المفتاح فين ومش لاقيه، انا حطيت المحفظة فين ومش لاقيها، ثم يزداد التدهور المعرفي. ولو كان بيسوق، انا ركنت العربية ومش لاقيها، ويقعد يدور عليها. ده احنا يبقى كلنا يا دكتور عندنا زهايمر بقى ان شاء الله. لا يعني وحضرتك اللي بتقوله ده كلنا بنتعرض له. بس الحمد لله ان مرض الزهايمر ده انا بمسك الموبايل علشان اطلب حد، بعد ما امسكه انسى انا كنت عايزاه اكلم مين. النسيان موضوع، النسيان موضوع، لكن الزهايمر مرض. الزهايمر ليس نسيانا فقط، هو تدهور في الوظائف المعرفيه كلها. وتاني وظيفه بتتدهور مع النسيان، عشان نقول ان ده الزهايمر مش النسيان الطبيعي، وقدره الانسان على التخطيط ليومه. حضرتك مثلا بقول ان انا جاي الشغل، ففي دماغي كده في ثواني الفص الامامي والفص الصدري، دول جزئين في المخ، بيقولوا ايه؟ يبقى هنقوم ونلبس ونغسل سناننا وناخد مش عارف ايه، وهنتجه الى مدينه الانتاج الاعلامي. دي خطه بسيطه سريعه. مريض الالزهايمر بقى بيفقد هذه القدره، فما يقدرش حتى ترتيب الحاجات في يومه، بيفقدها.
فنسيان مع قدرات معرفية. ده الزهايمر. متى يتدخل الطب النفسي؟ في البداية لتأكيد التشخيص. هناك دلوقتي الحمد لله مجموعة من الاختبارات وبطاريات المقاييس النفسية اللي بيعملها المريض وأهله عشان نعرف ده الزهايمر ولا نسيان طبيعي. بعد كده الدعم النفسي لأهل المريض شيء في غاية الأهمية. مجرد معرفتهم ان والدي او والدتي جاله الزهايمر تعتبر صدمة من الناحية النفسية. كل خيالهم بقى الافلام اللي شافوها ده هيحصل واحد واثنين وثلاثة، ويروا بنسميها سيناريو اسود للمستقبل. الخوف الاخر اللي بيظهر في اهل المريض، ما انا كمان هيجي لي، ما انا اخواتي هيجي لهم، ما انا ابني وبنتي لما يكبروا هيجي لهم. كل ده بنتعامل معه. هو في اي عامل وراثي؟ طبعا في عامل وراثي، ده هو بصوره كبيره. بس عشان نوضح برضو النقطه دي، لان الناس دايما بتخاف من قصه العامل الوراثي. العامل الوراثي ده مش معناه ان لازم كل الاوف سبرينجز او الاجيال المتتاليه لازم يحصل لها. حتى على فكره في الامراض الضغط والسكر مش شرط ان تاريخ المرضي للاسره ان ده يعني مش لازم يكون المصاب في الاسره طالما عنده كده لازم، بس كده وارد انه يحصل. بس نسبه حدوث نسبه حدوث بالظبط كده. وغير كده انا كانسان بخاف لما الاقي اخويا جاله الالزهايمر او الاقي والدي جاله الزهايمر. تصوري عقلي بيصور لي يا لهوي ده انا كمان هيجي لي، مش كده؟ لا. ولما اشوفه بيتدهور قدام عيني مخاوف غير عاديه ان انا كمان يجي لي. ده غير ما نطلق عليه الحزن الشديد. ان انا بشوف ابوي او امي بيتدهور قدامي بعد ما كان ده الشخص اللي بلجأ له للمساعده للحاجات دي، بقيت انا اللي بسنده، ده هو اللي انا محتاج يحتاجني اكله حتى. فطبعا الناحيه النفسيه قويه جدا. الجزء الاخر بقى، وزي ما الدكتور بقى عارف اكيد، مع مرض الالزهايمر بتحصل حاجه اسمها اعراض سلوكيه ونفسيه مصاحبه للمرض. تظهر بقى في صوره ايه؟ يبتدي بعض مرضى الالزهايمر لاحقه يعني. طبعا مع تطور المرض تيجي يجيله حاجه اسمها ضلالات او اوهام، يبتدي يصدق ده في ناس بتسرق، زي الشكوك اللي في اكل بيحطها في السم، انا بتسرق عايزين يموتوني، ده في حد بيحط لي حاجه في الاكل. يبتدي كمان ممكن يسمع اصوات مش موجوده، صوت بيشتمه، صوت بيديله اوامر. تيجي بقى في مع تطور الوضع نوبات من الاضطراب السلوكي الغير مفهومه، يبقى قاعد كده في امان الله زي ما احنا قاعدين، ومره واحده يقوم يتهيج، مره واحده يقوم يمشي يسيب البيت. دي كلها بنسميها اعراض سلوكيه مصاحبه للمرض. بالاضافه بيجي كمان لمرضى الالزهايمر اعراض اكتئابيه واعراض توتر شديد. اكتشفوا ان الحاجات دي تاثيرها على نشاط المريض زي تاثير القدرات المعرفيه بالظبط. فلازم تعالج معالجه سليمه من البدايه، مش عشان توقف المرض، عشان اكون امين مفيش حاجه بتوقف المرض، ولكن عشان جوده حياه المريض ما تتدهورش سريعا واهله يقدروا يعيشوا معاه.